عقب ذلك جرت مراسم جلسات العمل للجنة التحضيرية التي استهلت بانتخاب الدكتور عبد الله الحو رئيسا للجنة التحضيرية لمؤتمر الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين، وعيدروس بحشوان نائبا لرئيس اللجنة التحضيرية، وصلاح العاقل ناطقا رسميا، والدكتورة نوال مكيش مقررا للجنة التحضيرية واللجان العاملة. تمخض عن هذا الاجتماع انتخاب كل الأمور هنا مرت يعني عبر الانتخاب رئيس للجنة وأيضا نائب رئيس للجنة وناطق رسمي ومقرر، وهم كالتالي أسماؤهم: الدكتور عبد الله الحو رئيس للجنة التحضيرية، والأستاذ عيدروس بحشوان نائب رئيس اللجنة التحضيرية، وصلاح العاقل ناطقا إعلاميا للجنة، والدكتورة نوال مكيش المقرر للجنة، طبعا للجنة التحضيرية. نعم، الاجتماع أيضا تمخض عن تشكيل 5 لجان، وهي كالتالي: اللجنة الإدارية وفريق إعداد الوثائق، وأيضا اللجنة التنظيمية، واللجنة المالية، واللجنة الإعلامية.